صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الساعة 10 بتاعة كل يوم أربع مع برنامج استراحة. النهاردة بإذن الله هتكون فقرة مميزة جدا وحلقة مميزة جدا، يمكن ما تختلفش كتير عن الحلقة اللي فاتت، لأنه احنا حسينا كده أنه في ناس عجبها جدا موضوع أن احنا ناكل أو نتكلم عن الأكل. فعشان كده قررنا النهاردة نتكلم عن موضوع برضو ليه علاقة بالأكل وليه علاقة بالتحديد بالراجل، لكن أكيد كل ست بتتفرج علينا دلوقتي لازم تتابعنا للآخر، لأن أنا يهمني جدا دايما في كل حلقة، وربنا سامحني على اللي أنا هقوله ده، بيهمني جدا أني أخد مداخلات من كل ست مصرية بتتفرج علينا. بس قبل ما نتكلم في موضوعنا النهاردة، عايز أرحب طبعا بزملائي الأعزاء اللي موجودين. داليا يحيى، صباح الفل يا داليا. صباح الخير يا بلال. عايزة تقولي حاجة قبل ما نرحب بالطفلة الصغيرة اللي معانا؟ شكرا. ابتدينا بقى من دلوقتي. ابتدينا يا جماعة، بالراحة عليا النهاردة عشان إيه الحلقة تعدي بسلام وهدوء. إن شاء الله تعدي. أهو ما اتكلمتش، ماشي أهو. صباح الفل يا ياسمين. ازيك يا نور؟ تمام الحمد لله. المرة اللي فاتت كنا كام؟ كنا أربعة. ثلاثة على واحد حرام، النهاردة اثنين على واحد متهيألي كفاية يعني. معقولة شوية. النهاردة بنتكلم يا جماعة عن قلب الراجل معدته. وسؤالنا بسيط جدا، هل فعلا الطريق لقلب الراجل معدته؟ طب لو الطريق لقلب الراجل معدته، الطريق لقلب الست ايه؟ هنتكلم النهارده عن الموضوع ده. اكيد. ايه رايك في الموضوع ده؟ ودنها يعني. الست دايما بتيجي من كلمه حلوه، ابسط كلمه بترضيها. يعني لو عملت لك كوبايه شاي كده حلوه الساعه 5 كده بعد الغداء، لو قلت لها تسلم ايدك يا سلام هتبقى طايره من السعاده، مع انها كوبايه شاي يعني. عادية فلوس يعني. على فكره ممكن تديها فلوس عادي برضه. دخلنا في الغميق كده. ايوه انا عايزه فلوس. انا دي اكتر حاجه مش عايزه اقولها النهارده. دي استغلاليه. عشان في ناس بتزعل. في ناس بتزعل لما بنقول كده. استغلاليه. لا مش الكلام ده، فلوس. اديني فلوس هتلاقي كل حاجه حلوه. كل حاجه لها تسعيره بقى، الشاي ب5 مثلا. لا ده هو كده في كافيه مش في بيته. ايوه. كلمه حلوه انا هصرفها فين؟ لا مش هتصرفيها فين، هو هتحسيها. كلمه حلوه دي قلبك هيحسها. اسمع مني مش هحسها. لا بصي، هو بصي معلش يا بلال، هي بس بتتكلم دلوقتي لان هي لسه ما يعني لسه بنوته، ما اتجوزتش بقى، ما دخلتش الحياه الزوجيه. هي الحياه الزوجيه دي عامله زي الزرعه، انت بتبقي عايزه حاجه وهو بيبقى عايز حاجه. هو احنا بنقول النهارده وموضوع حلقتنا النهارده عن قلب الراجل معدته، ده صح ولا لا؟ صحيح. وطب قلب الست ايه؟ فده انت هتحسيه بعدين. لما تسمعي كلمه حلوه وترضيكي تبقي طايره من السعاده، وتبقي عندك استعداد تعملي له اي حاجه في الدنيا. ولو ما حسيتهاش؟ لا ازاي بقى، تحسيها طبعا. مش هحسها. لا طبعا يعني. لما تعملي له حله محشي مثلا. نقطه ضعف. حله محشي فلفل مثلا. اكيد تبقي. لو انت عارفه يعني ان هو لا انا هعملها عشان انا بحبها. لا طب انا اقول لك على حاجه، انا كان في حاجات كتير ما كنتش بحبها بس كنت بعملها علشان كان جوزي. هي دي بقى عايز ده. هي دي بالظبط. يعني في ناس كتير بتقول انه هو فعلا قلب الراجل معدته، او الطريق لقلب الراجل معدته، لانه في الاول وفي الاخر هو طبعا في كل بيت في الدنيا كلها، مش في مصر أكيد. بس كل بيت المسؤول عن المطبخ بتاعه الست. فالست يمكن من اكتر الحاجات اللي بتفكر فيها، وده حقيقي، وانا بناصر الستات في النقطه دي جدا النهارده، ان هي بتفكر تعمل ايه للشخص اللي هي عايشه معاه قبل ما بتفكر هي تعمل ايه علشانها. صحيح. عشان كده ممكن تعمل له غدا وتعمل له حلو وتعمل له حاجات كتير، كل الحاجات دي بيحبها هو. صحيح. مش هي. عشان كده احنا فعلا بنحيي كل ست مصريه على انها بتعمل ده. بس هل صح فعلا؟ هل صح فعلا؟ فكرتني بحاجه بس. أيوة. عشان في عندنا سمك اجباري لبابا عشان بيحب. شفتي بقى احنا كلنا يعني مع ياسمين النهارده يعني ده. شفتي ده حته حب كده. صحيح. ماما لبابا. وممكن يكون في حد في البيت مش بياكل السمك، بس هتعمل لكم انتوا حاجه تانية، لكن عشان بابا بياكل السمك لازم هعمل له. ده امر واقع. طبعا الدلوعه لازم ياكل. ايوه. بصي انا كانت زمان ماما الله يرحمها دايما تجيب لبابا الرز من وسط الحله، يعني تغرف له الرز بتاعه من وسط الحله. اشمعنى يعني يا ماما؟ تقولي عشان يبقى طري عليه. خدي بالك. شوف الحنيه. مين الاقي يعني حد يعمل لي كده؟ شوف الحنيه. فهي بصي الزوجه المصريه عموما هي ام تانيه حقيقي. هي صحيح. ام تانيه. صحيح. وعلشان كده هي بتبقى عارفه تجيب جوزها ازاي، باكله حلوه، بكلمه حلوه. بس هي برضو زي ما قلنا الراجل يعني طريقه ومعدته برضو. الست طول ما هي بتعمل كده بتبقى عايزه
عطاء تسلم يعني. ايدك يعني فعلا اكله حلوه. بالظبط. ميرسي على تعبك. ما تنسوش هديه ماديه جدا ماديه جدا رجعنا تاني للاستغلال. احنا طبعا يعني يهمنا جدا انه مشاهدينا الاعزاء يشاركونا فعلا، بس انتوا فعلا شايفين ده يعني فعلا الطريق لقلب الراجل معدته ده حقيقي؟ مفيش حاجه تاني يعني هل ده معناه انه الراجل زي ما بيقولوا كده بالبلدي همه على بطنه يعني؟ لا مش بالظبط كده، ولكن هو فكره اني يعني لما اعمل لك حاجه انت بتحبها وانت تبقى فاهم ان انا يعني تعبت مثلا عشان اعمل ده فده تقدير مني. مش ده معناه ان انت همك على بطنك يعني، لا مش كده خالص، بس هو احنا كلنا عموما لما بناكل اكله حلوه بنتبسط. صحيح. وخصوصا لما يبقى حد بيفكر فيك. يعني انا ما بعملش محشي مثلا، لما الاقي خالاتي تعالي يا داليا يلا انتي والبنات ومش عارف ايه عاملين لكم محشي، فانا ببقى عارفه ان هم قد ايه هم تعبانين علشان يحبين وجودي رغم ان هم هيتعبوا. يعني تعبانين بقى محشي، بقى انا المحشي ده موال بالنسبه لي الصراحه. ففكره ان انت تعمل حاجه علشان حد دي عموما يعني دي حاجه حلوه. صحيح. بس ده عموما مش في الاكل بس. طبعا ده عموما يعني، لكن هو بس الجمله ارتبطت بان ايه انا علشان اقرب لجوزي لازم اعمل له حاجه ياكلها. طيب تعالي قبل ما نكمل كلامنا في مداخله، ولسه كنت بقول انا بحيي كل ست بتتفرج علينا، فناخد مداخله من اسماء. صباح الفل يا اسماء. صباح الخير يا اعلامي يا محترم يا استاذ بلال. ربنا يخليك يا رب. تسلميلي. انا حاسس ان الدخله دي وراها كلام تاني هيتقال. انا بكلمك. انا مبسوط اكتر والله. البرنامج بتاعكم جميل جدا، محترم، ما بشوفش فيه اي كلام وحش، بحس بالناس القديمه المذيعين القدام. الحمد لله. ده طبعا ده شرف لينا. شاركينا النهارده بقى في موضوع حلقتنا اسماء. في صوت طفله، فده معناه ان في زوج. طيب هل فعلا الطريق لقلب الراجل معدته؟ هو مش معدته بس. انك تبعد عن دماغه خالص. حلو ده. يعني هو زمان كانت معدته، دلوقتي ان انت تاخد بنتك وتعمله وما تعملوش دوشة خالص. ما تعملوش دوشة. طبعا اكيد من حقنا كلنا نعيش في هدوء. يعني العيال دي نرميها يعني ولا نعمل ايه يعني؟ طيب هنعمل ايه اسماء في الولاد؟ طب يعني الطريق لقلبك بقى يا اسماء. مش معدته بس، هو تكبير دماغه يعني، ان احنا ما نحاولش نشتكي له وما نعملوش مشاكل ما نقرفهوش كده يعني. طب الطريق لقلبك يا اسماء بقى، والطريق لقلب كل ست، لو الطريق لقلب الراجل معدته يبقى الطريق لقلب الست ايه؟ كلمه حلوه. الودان. ليه يعني قلتها ورديه يا جماعه؟ لا يا جماعه هديه. كلمه حلوه والله، ولا ورده ولا اي حاجه، هي كلمه حلوه يعني. برافو عليك يا اسماء. والله يا اسماء انا بشكرك جدا، وربنا يصبرك على الطفله الجميله وربنا يخليها لك يا رب، وفي نفس الوقت برضو يعني ربنا يخليكم لبعض. اكيد هو فعلا هو ده الاساس يا ياسمين، ولا الهديه ولا الهديه فلوس ولا الكلام ده، هو الاساس ان انت فعلا تقول لها كلمه حلوه. ونفس الفكره بالمناسبه برضو بالنسبه للراجل، يعني مش الاكل بس على فكره، احنا كمان بيرضينا جدا كلمه حلوه. تمام طبعا ده حقيقي. طبعا فين ده انت مش بتقول معدته؟ لا استني بقى، لسه بيقول معدته فين كلمه حلوه؟ لا يعني هو يعني ما هو بصي اسماء الكلمه مش معدته بس، صدقه يا ياسمين. يعني الكلمه الطيبه صدقه لمين بقى؟ دي ما تحددتش. صحيح. الراجل او للست دي ما تحددتش، فطبيعي جدا ان انا كراجل او كست لما اسمع كلمه حلوه لا انت خدي مني اللي انت عايزاه. خلاص قلتي لي حاجه ترضيني ومش تعباني نفسيا ومش مضايقاني ومش عامله لي دوشه بالولاد زي اسماء كده، كتر خيرك يا اسماء والله. صحيح. خلاص انت بعد كده يعني اي طلب يعني ده ست النصح بقى مش انا. يعني ما هوش انا فاكره خالص يعني. بصي احنا طبعا الحلقه دي مسجله طبعا، يعني هنشيلها لك يعني في التاريخ بتاعك، علشان اول ما تتجوزي كل الكلام ده هيتغير. لان الست المصريه عموما من صفاتها انها بتضحي. صحيح. حقيقي يعني بتضحي كتير قوي، او يعني بلاش اقول تضحيه يعني، ولا انها بس هي بتستحمل اكتر يعني. يعني تستحمل دوشه الولاد، باباكو جاي تعبان عايز ينام فتسيبه ينام، لا انا هقف في المطبخ بسرعه قبل ما يجي من الشغل عشان الحق اجهز له الاكل، الولاد جايين من المدرسه، يعني انت دايما عندك ضغط وكل ده علشان انت بتحبي ولادك وبتحبي جوزك. فالنظريه اللي انت بتتكلمي بيها دي هتتغير يعني، خلينا نشوفها بس يا بلال كمان. وهو عموما برضو ايه يعني، خلينا برضو نقول يا ياسمين نتفق انا وانت وديلي على الموضوع ده، انه باذن الله اول ما عريس يبتدي يتقدم لياسمين كده ان شاء الله نروح مطلعين له الحلقه دي.
هديه وفلوس. هديه وفلوس. طيب تعالوا بقى ناخد كمان استاذ محمود، مداخله جميله جدا. صباح الفل يا استاذ محمود. محمود محمود، ممكن توطي صوت التلفزيون؟ أيوة. وتسمعني من التلفزيون. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. اهلا اهلا والضيوف بتوعك. ربنا يخليك. احنا ثلاثة مذيعين بس. والله والله معلش انا كلمتين سريع بس، يعني انتوا دلوقتي انت كده دلوقتي الحلقة دي كلمة الراجل ان هو الطريق اللقب الراجل بعدته دي اهانة للرجالة، يعني انتوا كده. لا ما احنا بنسأل. احنا بنسأل. أيوة. خد بالك. اهانة كده للرجالة. بعدته وكلام الفاضي ده كلام ما يتقالش، عيب على عيب على الهوا يا اخي. طيب بص، أنا طبعًا بشكرك جدًا وسعيد باتصالك، بس إحنا النهارده ده طبعًا مثل شعبي، مثل شعبي شهير بنسمعه كتير، إنه الطريق لقلب الراجل معدته، علشان كده إحنا بنسأل هل هو فعلًا الطريق لقلب الراجل معدته ولا لأ؟ الحاجة التانية إنه لو الطريق لقلب الراجل معدته، طب الطريق لقلب الست إيه؟ لكن أكيد أنا النهارده لو راجل موجود عمري ما هطلع أبدًا أهين أي راجل في الدنيا، ونفس الفكرة لو في اتنين سيدتين النهارده موجودين عمرهم ما يطلعوا يهينوا أي سيدة في الدنيا. طيب النهارده قبل ما نقفل حلقتنا بقى عايزين ايه نقول كلمتين كده في الاخر. هاخد كلام من ياسمين وبعدين انا طبعا بشكركم جدا على الوقت اللطيف اللي احنا قضيناه مع بعض، فناخد كلمتين كده من ياسمين، قول اللي انت عايزاه وبعدين نقفل بقى مع دلي. هي وهي نفس الكلمه يا جماعه، الطريق مش قلب الراجل معدته بس، في حاجه تانية كتيره، يعني نحافظ على بعض، نحب بعض، مش لازم المعده، مش لازم، وفي هدايا. ماشي هدايا يا جماعه، في هدايا وفي فلوس، نحس ببعضينا شويه. جميل جميل. داليا تقولي ايه بقى لياسمين والكل ست بتتفرج علينا والكل راجل كمان؟ قلب الراجل ليه طرق كتيره جدا غير المعده يا جماعه. ليه كلمه حلوه زي ما الست الطريق لقلبها ودنها، الراجل كمان الطريق لقلبه ودنه. الكلمه الحلوه صدقه، فخلينا نقرب من بعض باكتر من طريق، مبلاش تبقى المعده بس هي السكه الوحيده يعني. يعني كانت حلقه جميله وشكرا ياسمين، اشكركم. ربنا يخليك. خلصت فقرتنا لكن ما خلصتش فقراتنا، استنونا لكن بعد الفاصل.